يحاول يخطف الكرة رجرافة يتركها إلى سامر سعيد يلعب تمريرة ممتازة سامر سعيد التحضير رائع تصل الآن المحاولة الخطورة تسديدة جول 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 أول في المباراة من سهل إلى أودير نعم أودير نعم أودير نعم أودير يشعل المباراة في الدقيقة الثامنة عشر على أحداث المباراة يشعل المدرجات وينشر الفرح في جماهير في على محيا جماهير فريق زاخو أودير فلوريس أودير فلوريس نعم يسجل هدف رائع لمصلحة فريق زاخو التحضير كان ممتاز هو لاحظ لاحظ الإعادة لاحظ التمريرة من سامر سعيد بالصدر 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 هيئ الكرة إلى سهل نعيم اللي يمرر إلى أودير هدف هدف في غاية الروعة أنا دونا طابا دابار دياري هدا تيتي تنهير الشاير كام أطر سيدار بوياريزان أحمد حسين هندابي دغرا بانرتي بوياريزان أحمد حسين أحمد بسري بوياريزان أودير فلوريس فلوريس نافا تورا غولا يعني كارخ خطا لزاخو داخل منطقه الجزاء جول يعود زاخو البدايه جميله لزاخو اذا البدايه الاولى أودير فلوريس اللاعب السلفادوري اذا هدف تخليص الفارق أودير فلوريس يسجل هدف تخليص الفارق اللاعب القادم من نادي أليانزا هناك من السلفادور أليانزا القادم من نادي أليانزا أودير فلوريس يسجل هدف تخليص الفارق خدعت الجميع خدعت لاحظ لاحظ محمد تتركني برنامج الحكم أودير ما على قاطع كرة لزاخو أودير أودير وهدف لزاخو بيروزا 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 هدف التخليص على الطريق السلفادوري أودير في الدقيقة 81 من عمر اللقاء 3-1 الآن 3 الزوراء ركلة جزاء تنفيذ ممتاز من أودير فلوريس زاخو يسجل هدف الأول كرة بزاوية وقاطع بزاوية أخرى
Flores con este centro y la cabeza de William Reyes, la especialidad de la casa, que va camino a convertirse en una de estas figuras del nuevo Paz. El segundo de William Enrique Reyes Rodríguez al 67 tras el córner de la esquina cobrado por Josué Odio Flores. Aquí está, pierna izquierda sobre el primer poste, ahí alcanza a peinar Alejandro Ventos y luego Reyes en segundo intento, la pelota que llega al fondo de la red. Era el segundo para Paz, pero todavía faltó uno porque arranca la jugada. Ahí la recupera quien, Ventos, toque, prolongación, ¿para quién? Para que llegue esto sobre Josué Oín Flores, el chino, en el camino del arquero y al fondo de la red. Minuto 73, Paz, cuidado, 6 goles a favor, ninguno en contra. El líder tiene también al líder de goleo que se llama Josué Oín Flores, que tiene 3 hasta el momento. Este Paz luce en el arranque imparable y cuidado,